إذا ذهبت إلى قائد معسكر الباطل فرعون اسأله من هو عدوك رقم واحد؟ سيقول لك موسى. اذهب إلى النمرود قل له من هو عدوك رقم واحد؟ سيقول لك إبراهيم. تعال إلى قريش اسألها، اسأل أبو لهب، أبو جهل، أبو سفيان، من هو عدوكم رقم واحد؟ سيقولون هو النبي صلى الله عليه وآله. اذهب إلى معاوية قل له من هو عدوك رقم واحد؟ سيقول لك علي. بعد شهادة علي اسأل معاوية من عدوك رقم واحد؟ سيقول الحسن. اسأل يزيد من عدوك رقم واحد؟ سيقول الحسين. وهكذا وهكذا وهكذا. سؤال في زماننا عندما نسأل أمريكا وإسرائيل وآل سعود والوهابية التكفيريين وداعش، وهذا نجده في شريط أخبار قنواتهم الفضائية وإعلامهم، عندما نريد أن نعرف من عدو أمريكا وإسرائيل في زماننا، هم أعداء الله، من يعادون لكي نصطف معه، سنصل إلى كلمة واحدة لا ثاني لها، مع كل الاحترام والتعظيم والإجلال لكل مراجعنا وعلمائنا وتياراتنا وبلداننا وأحزابنا وعلمائنا، سنجد أن العدو رقم واحد لأمريكا هو الولي الفقيه سماحة الإمام الخامنئي والجمهورية الإسلامية. هذه هي الحقيقة، لا نفر، لا ينبغي أن نفر. اليوم العدو هو أمريكا، هي يزيد زماننا، ينبغي أن نقف في جبهة الحق مع الجمهورية مع ولاية الفقيه، هذا هو الخط، لا نخجل من ذلك، لأن هذا ديننا، لأن هذا في حسابنا، لا يمكن أن نجامل أي أحد.